نحن اليوم متواجدون في منبع قرنيني الذي يدخل في إطار برنامج المؤسسة المقرر من طرف الرئيس المدير العام لمؤسسة سون الغاز لتحسين الخدمة وتدعيم شبكة الكهرباء في ولاية الجلفة. إذن هذا المنبع راهو اليوم دخل حيز الخدمة بطاقة إجمالية تقدر ب 80 ميجا فولت أمبير، سيساعد في تحسين خدمة وتزويد أكثر من 35 ألف زبون. هذا في البلديات عين والسارة، حسيف دول، سيدي العجال، الخميس، وجزء كبير من شمال الولاية. هذا المنبع راح يتنطلق منه يعطينا قدره لربط اكثر من 12 ديبار ام تي اشتيا 30 كيلو فولت اللي راح يساهموا في تحسين الخدمه في هذه المناطق سالف الذكر. هذا المنبع كذلك ياتي ليدعم حاضره الولايه ليرفع عدد المنابع الى 6 حاليا، بالاضافه الى منبعين المبرمج استلامها في مطلع السنة المقبلة، وهو منبع مسعد في بلدية مسعد لتدعيم المنطقة الجنوبية، وكذلك منبع الزريعة في بلدية الجلفة.